عايزة أبدأ مع دكتور رانيا، وقبل ما نتكلم على تفاصيل المؤتمر خلينا نعرف الأول إيه أبرز التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري حاليا؟ في الحقيقة يمكن إحنا في أزمة عالمية طاحنة، أزمة لم يراها العالم منذ أكتر من 100 سنة زي ما قال دولة رئيس الوزراء، أزمة يمكن جديدة بكل معطياتها على العالم. يمكن إحنا مرينا بحروب، مرينا بأوبئة، لكن هذه الأزمة جاية بعد أزمة كورونا، جاية بعد 10 سنين أو بعد عدة سنوات من الأزمة المالية العالمية. وبالتالي حتى الآن العالم كان لسه، أو الاقتصاديات حتى الاقتصاديات الكبرى كانت لسه لم تتعافى من أثار هذه الأزمات. فبالتالي يمكن احنا عندنا تحديات كبيرة جدا. احنا عندنا أزمة تضخم مستوردة من الخارج، عندنا مشاكل سلاسل الإمداد، نقص في المواد الخام، المواد الزراعية، ارتفاع في أسعار الطاقة بصورة كبيرة جدا، اللي بيعاني الدول المتقدمة، وطبعا اللي بيعاني بصورة أكبر الدول الناشئة. عندنا أغلب العملات قيمها بتنخفض، عندنا اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفايدة، وده ليه تداعيات كبيرة جدا على أغلب اقتصاديات العالم، لأن كثير من الدول المستوردة مربوط اقتصادها بالدولار، فبالتالي كل ما الدولار قوته بتزيد ده بيؤثر على قيم عملات هذه الدول. فبالتالي جزء كبير من هذه الأزمة احنا بنتعامل معاه كرد فعل، يعني جزء كبير احنا بنحاول نساير المعايير العالمية او الاخرين. ولكن كل دولة بقى في هذه الازمة، الغريب في هذه الازمة ان العالم ابتدى يتجه بفكرة غريبة جدا. فكرة العولمة زمان ان كان راس المال بيتحرك من مكان لمكان علشان يستفيد من مدخلات الانتاج وغيرها الارخص، لا، العالم كله هيبتدي ينغلق، الدول هتبتدي تنغلق. ابتدينا نسمع عن دول هتوقف تصدير منتجاتها وتقول لك الأمن الغذائي لشعوبي هو الأهم. فعل حصل في بعض الدول دكتور. بالضبط كده. فاحنا ابتدينا نتجه دلوقتي ان احنا ما قدمناش حل غير ان نبتدي نرجع لفكرة الاكتفاء الذاتي، توطين الصناعات المصرية، التحول او الاهتمام بالقطاع الصناعي، توفير المنتجات الخام. ومشكلة الأكبر هي مشكلة الوعي في التوقيت ده. عايز أسأل دكتورة هدى في النقطة دي، حضرتك شفتي إزاي وتابعتي المؤتمر اللي أجراه رئيس مجلس الوزراء، وتوقفت حضرتك عند إيه أبرز النقط اللي أوضحها الدكتور مصطفى مدبولي كمحاور هتنطلق من خلالها رؤية مصر لمواجهة التداعيات اللي الدكتورة رانيا تفضلت بذكرها؟ بصراحة المؤتمر فيه أكتر من نقطة بارزة وفيه أكتر من نقطة مهمة طبعا ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي. لفت نظري كدراسة أو كجدوى لما سمح للأفراد بحيث إن هي ممكن تحاول تأسس شركات، ده بناء على كلام الرئيس السيسي، بدون إنها ما يكون عندها مكان، يعني شركات الأفراد المهم ما يبقاش عندها مقر. دي تعتبر حاجة من ضمن يعني من ضمن الإجراءات أو التيسيرات اللي بنحاول نعملها خلال هذه الفترة. عايز أسأل حضرتك في النقطة دي يا دكتور قبل ما نمشي منها، يعني أي شركة ممكن تكون تقدر تفتح يعني بشكل افتراضي، لو هي لازم تكون شركة افتراضية، ولا ممكن أي شركة يعني حتى لو هي مش افتراضية يعني تقدر تفتح لو مش عندها مقر؟ ما هو حسب أنا هشتغل إيه؟ ما هو ممكن يبقى فيه برضو شركة صناعية، فمش هتنفع تفتح من غير ما يكون عندها مقر، ومش هتعرف يعني هو اللي ما عندوش مقر هيحاول يشتغل فين؟ هيحاول يشتغل في بيته. تمام؟ طب هل لو كان، ما هو هنا بقى بنفرق، هل لو كان في يعني في منتج صناعي أو عمل صناعي، هل هيقدر إن هو يشتغل فيه في البيت؟ بالطبع لا، بيبقى هنا بتختلف عن نوعية الإنتاج. يبقى أنا دلوقتي عشان خاطر دي بداية لإيه؟ بداية لخلق سياسة جديدة عندنا في الاقتصاد اسمها الإحلال محل الواردات. إيه الإحلال محل الواردات؟ إحنا دلوقتي بالطبع كل دولة زي ما حضرتك ذكرتي الآن إن كل واحد بيحاول يوفر المنتجات لبلده. بيحاول يمنع التصدير. يبقى أنا كده الفلوس، يبقى التصدير ده
يعني انا لو هستورد حاجه ده يبقى في تدفقات دولاريه خارجه من عندي، يبقى انا كده بخرج عمله صعبه، يبقى انا كده بيبقى المعروض من الدولار يعني قليل، فطبعا بيبقى له تاثير على الجنيه المصري. يبقى انا في الحاله دي لما ارجع تاني واقول الاحلال محل الواردات، اني احاول ابدا انتج منين. انا ليه لفت نظري القرار ده اللي أنا بتكلم عنه؟ لأن القرار ده هيخلي شباب ممكن تفتح شركات، صحيح، هيخلي شباب، يعني أنا كمان نفسي الشباب اللي تفتح شركات دلوقتي، الشباب التأهيل المهني. التأهيل المهني ده هو كان سبب، يعني سبب تقدم الدول المتقدمة كلها، كان في الأساس برضو سبب النهضة، مشروعات صغيرة وتأهيل مهني اللي هو الصنايع اللي هي المدارس الفنية، صحيح، تمام، ده دورها إنها تشتغل دلوقتي.